حياكم الله مشاهدي الكرام، برحب بحضراتكم جميعا وأبدأ معكم في هذا الصباح بداية والحديث عن إذا أردت أن تعرف عن ثقافة مجتمع أو ثقافة أمة، إذا أردت أن تعرف عن هوية هذه الأمة، إذا أردت أن تفتخر بحضارتك فانظر إلى الآثار حولك، انظر إلى ما خلفه الأسلاف من بعدك، وانظر أيضا كيف استطعت أنت كإنسان أن تحافظ على هذه المواقع، على هذه الآثار، على هذا الموروث، سواء كان مخطوط أو موجود كآثار أو إرث بشكل عام. كل ذلك سيؤدي بك إلى أن ترفع رأسك بحضارتك، بأمتك، بشعبك، بقوميتك، بوطنك. على كل حال، موضوع المحافظة على الآثار، موضوع المواقع الأثرية، وموضوع أن يكون هناك لدينا إرث حضاري ثقافي مجسد في مواقع مختلفة في الأردن، هذا يعني هناك يدعي بنا أن يكون لدينا جامعة تؤسس لمجموعة من الشباب مؤمنين بأهمية هذا الإرث، وبالتالي ينعكس على أدائهم وعلى كيفية التعامل مع هذا الموروث الحضاري. الجامعة الهاشمية هي الجامعة الوحيدة الأردنية اللي بنعتز بها كالكوكبة الجامعية الأردنية بالقطاع العام والقطاع الخاص، تمنح درجة البكالوريوس في العلم المتاحف وعلم الآثار إلى آخره. كلية الملكة رانيا للسياحة والآثار هي الكلية في الجامعة الهاشمية التي تمنح هذا البكالوريوس. على كل حال، موضوع السياحة من المواضيع المهمة، وخصوصا أنه إحنا في الأردن يعني أضفنا مجموعة من المسارات السياحية الجديدة، وبالتالي إذا هناك نهوض وهناك تطور. على كل حال، ضيوفي عندهم تفاصيل أكثر على موضوع علم المحافظة على الآثار والسياحة والنهوض بها بشكل عام. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الكرام، ورحب أولا بالدكتور فادي البلعاوي، وهو رئيس قسم علم المحافظة على الآثار. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور، يعطيك العافية. وأرحب بالدكتورة ميرنا مصطفى، الدكتورة يعني حضرتك نائب عميد كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث في الجامعة الهاشمية. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. أهلا وسهلا. دائما السيدات أولا. أكيد. سأبدأ مع الدكتورة. دكتورة، حضرتك يعني تحدث بفكرة أنه إحنا المواقع الأثرية، الأردن هو متحف مفتوح، وين ما رحتي حتى يمكن أنتوا أدرى بأنه حتى الزرقاء من خلال عمل الجامعة وجدتوا العديد من المواقع الأثرية وتم التنقيب عنها. موضوع واقع التعليم السياحي، إحنا بنروح على تأسيس لبناء جيل واعي بالسياحة يستطيع أن يتحدث عنها. فواقع التعليم السياحي باختصار شديد حتى ننتقل لسبل النهوض بالسياحة. نعم، أولا أشكرك على استضافتنا في التلفزيون الأردني في برنامج يوم جديد. فيما يتعلق بالتعليم السياحي، نحن لا نتحدث فقط عن التعليم الجامعي. في حقيقة الأمر، التعليم المدرسي لا يقل أهمية أبدا عن التعليم الجامعي، الذي يهدف بالدرجة الأولى لإعداد كوادر بشرية مؤهلة من أجل أن تعمل في سوق العمل السياحي الأردني. في حقيقة الأمر، نحن نحتاج إلى أن تكون هناك إعادة منهجة وإعادة تأسيس للمناهج الدراسية المواد القاعدية عم تعطى لطلابنا. يجب أن تكون هناك توعية أكبر فيما يتعلق بالمهنة السياحية، وكذلك أهمية مواقعنا الأثرية وتراثنا الحضاري. نحن نتحدث عن قطاع مهم يوفر أكثر من 48 ألف وظيفة عمل مباشرة. نتحدث عن قطاع يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14% في دول عالمية كل مردودها الاقتصادي. نعم. السياحي. نعم، قبرص مثلاً. نتحدث أيضا عن قطاع يعني بس في سنة 2014 كان في 2.4 مليار دينار في مردودات السياحة. فبهمنا كتير هذا الجيل الناشئ يعرف أهمية السياحة، يعرف هي قديش فعلا مهمة في التنمية المستدامة، التنمية الشاملة. أيضا يتعرف هذا الجيل على الإرث العظيم اللي تركه أجدادنا حقيقة، ويكون فخور فيه. جيل زي هذا رح يكون عنده هيك وعي، فعلا رح يكون عنده إقبال على دراسة هاي التخصصات. وأنا يعني لا أريد أن أكون سلبية، لكن حقيقة في مجتمعنا يجب أن تكون هناك حملات توعية. لا يزال لدى البعض تلك النظرة السلبية تجاه تخصص السياحة والتخصصات المماثلة. فنحن فعلا نحتاج إلى حملة توعية تبدأ من أطفالنا والناشئة في المدارس، وهنا ستكون البداية الحقيقية لتأسيس فعلا جيل قادر على المساهم الفاعل في التنمية السياحية في الأردن. ومن هنا يعني بيجي عنا فكرة اللي هي كيف ننهض بالسياحة في الأردن. عندما نبدأ بهذا الوعي سوف نرى أنه نحن نتحدث عن الأردن كبلد غني، في أكثر من 100 ألف موقع أثري غير التراث الطبيعي الموجود.
ونحن ندرك العبء الكبير الواقع على وزارة السياحة والآثار وعلى دائرة الآثار العامة في الحفاظ على هذه المواقع وتطويرها. وبالتالي نحن نريد أن ننوه إلى ضرورة تطوير العديد من المواقع السياحية. بتحبي حضرتك نشوف صور هلأ ولا في لا بعد شوي؟ It's okay. أوكي منشوفها والدكتورة بتعم تحكي. نعم. فنحن نتحدث هنا عن جيل نعم نتحدث عن مواقع أثرية يجب أن يتم تطويرها. هناك العديد من المواقع يعني يتناقص عدد زوارها مع الوقت وذلك نتيجة نقص التطوير أو بمعنى آخر افتقار التطوير. ونحن نريد هنا أن نثمن دور وزارة السياحة والآثار في اتخاذ استراتيجية في متعلق بالمسارات السياحية والتي لا تركز فقط على المواقع المهمة التي تشهد ضغطا من الزوار بل أيضا المواقع الأخرى مما يتيح للزائر تجربة مميزة تفاعل مع المجتمع المحلي. وبالتالي هون يعني في ضرورة لتفعيل دور المرأة المشاريع الصغيرة المتوسطة توعية المجتمعات المحلية وإدراجها وإشراكها بشكل أفضل في التنمية السياحية. نعم. طب دكتور فادي يعني حضرتك احنا بنحكي على قسم خاص يعني يعنى بتدريس علم المحافظة على الآثار، واحنا بنعرف انه يعني تعتبر جريمة من يسيء التعامل مع الآثار، هي تعتبر جريمة مش هيك؟ ويعاقب عليها القانون لأنه أنت إذا بتسيء للآثار أنت مالك بتشوه الحقيقة وبتشوه الصورة الإيجابية للوطن. نحكي شوي على موضوع العلم المحافظة على الأثار على المواقع الأثرية الأردنية، وذكرت لي حضرتك أنه هناك في سبل لتطويرها ويمكن كمان راح تستشهد بالصورة. أكيد. نعم. أول شيء يسعد صباحك، شكرا لك ست فخر على هاي الاستضافة. وفعليا هو إحنا في معهد الملكة رانيا للسياحة والتراث هنالك تميز في التخصصات التي نطرحها وخاصة قسم علم المحافظة على الأثار، فهو علم حديث في العالم. وإحنا في من أوائل الجامعات في الشرق الأوسط إن لم نكن في العالم العربي التي بدأنا بتدريس هذا النوع من التخصص، وهو تخصص علمي بحت، يعني هو تخصص بحاجة إلى مخزون علمي كبير جدا في مختلف التخصصات العلمية الدقيقة، لأن التعامل مع المادة الأثرية هو تعامل حساس جدا، هي مادة لا يمكن استعادتها، مادة إذا أخطأنا حتى في معالجتها ممكن أن نخسرها إلى الأبد. فعشان هيك إحنا طلبتنا ولله الحمد بيتلقوا تخصص جديد جدا ودقيق جدا وبحاجة إلى دراسة واعية وعلمية كبيرة جدا. الإشي اللي حاب أحكيه دائما إنه إحنا حتى أحيانا نختلف مع المختصين، لأنه أي حدا بيسمع تخصص علم المحافظة على الآثار بيعتقد إنه إحنا حنمنع السياحة حنخفف من اللي هو السياحة، بينما أنا اللي بحب أوضحه إنه تخصص علم المحافظة أو أعمال المحافظة هي شرطها الأساسي إنه يكون في استخدام واستمتاع، لكنه إحنا بدنا يكون في استخدام واستمتاع دون إني أأذي حق الأجيال القادمة في الاستخدام صح. والاستمتاع. فبالتالي إحنا عملنا علمي مبدأ علمي وهو أيضا بيسمح التفاعل مع الموقع وبيسمح لكنه من غير ما أنه يكون في استخدام اللي هو جائر بحيث أنه نخسر الموقع. فهي عملية توازن ما بين اللي هو الموقع واستخدامه. أنا إذا بتلاحظوا في بعض الصور يعني اللي هو في عندنا مواقعنا الأثرية فيها مشاكل كثيرة وفيها اللي هو تحديات كبيرة، لكنه أنا بعتبر كل مشكلة وكل تحدي هي فرصة يعني لمشاكلنا. يعني مثلا هاي احدى المواقع اللي هي عزيزة على قلبنا في عمان وجبل القلعة. جبل القلعة اكيد، ومن اهم التحديات هو الاحاطة السكانية في لهذا الموقع. هو محاط سكانيا، الموقع الاثري حتى تحافظ عليه بدك شوي تعطيه مساحته، لكنه هذا التحدي ممكن يكون هاي قويلبة في شمال اربد. وهذا الموقع من يعني المواقع اللي كل طلابي وكل الناس بيعرفوا انه هذا يعني من المواقع القريبة إلى قلبي بشكل كبير جدا. ليش؟ هو موقع يعني من إحدى مدن الديكوبوليس وهو مدينة بحجم مدينة جرش لكنه بحاجة إلى أعمال محافظة حتى الناس تشوف اللي هو أهميتها وتشوف اللي هو. تعرف يمكن في مواقع أول مرة بسمع فيها أنا، من لما حكيت معك قلت لك أنا مش ما بعرفش عنهم. صحيح. ما بنسمعش فيهم. لا. يعني فهذا في يعني أشياء حرام إنه أيضا عندنا كثير من القصور الصحراوية. إحنا يعني للأسف أحيانا سياحتنا بتركز على واحد أو اثنين من
المواقع، لكنه احنا عندنا ما يزيد عن 12-13 قصر صحراوي وكلياتهم ممكن يستفاد منهم في الخريطه السياحيه. هلا في مسارات سياحيه يمكن هلا بدنا نناقشها شوي مع الدكتوره وهدفها، وعلى الصعيد الانساني وعلى الصعيد الحضاري ايضا والثقافي والهويه الاردنيه بشكل عام. طيب هاي أم جمال من أيضا من إحدى اهتمامات الجامعة الهاشمية، لأنها ضمن اللي هو جيراننا طبعا، وهي من المواقع يعني اللي في هاي أيضا صورة من أم جمال من ورشة عمل كنا فيها الأسبوع الماضي. هي من أهم المواقع اللي قابل للتطوير السياحي وممكن تكون لها مردود اقتصادي رائع جدا في اللي هو هاي إحدى أعمالنا. إحنا كيف بنحاول يعني شغلنا مع طلابنا كيف يعملوا توثيق للمواقع الأثرية ويعملوا يعني هذا سكتش يوضح كيف ممكن ندير بالنا على هذا الموقع الأثري ونحميه من أي ممارسات أكيد. أو حتى من العوامل البيئية الموجودة مش هيك؟ هاي يعني بتدرسوه يعني بيه. احنا عندنا بتعرف الموقع الاثري ست فخر هو بيتعرض لمشكلتين. هاي ايش؟ هاي البترة طبعا. الموقع الاثري بيتعرض لمشكلتين، مشكلة طبيعية ومشكلة بشرية. والمشكلة الطبيعية احنا يعني او البشرية مستحيل ان نوقفها. احنا هدفنا انه كيف نخفف من اللي هو المشكلة سواء الطبيعية او البشرية، ولله الحمد يعني كادر المعهد ملكة رانيا او عفوا كلية ملكة رانيا حاليا يعني هو كادر جدا متميز، وانا فخور جدا بالكادر اللي موجود في كلية ملكة رانيا وعلى رأسهم الدكتور يحيى الشوابكي عميد الكلية وجميع الكادر وبالأخص الطلبة. عندنا احنا ما يقرب 1000 طالب صحيح. حاليا في 3 تخصصات، وانا ستفخر من هون من هاي المنبر بوعدك انه سياحتنا واثارنا في ظل اللي هو الكوكب الموجود من طلبتنا ان شاء الله راح تكون بخير ان شاء الله. يعني دكتورة ميرنا زي ما خبرنا دكتور انه في المكالمه الهاتفيه انه معظم طلابكم اللي تخرجوا عم بيشغلوا اماكن في المتاحف الان وعندهم خلفيه ومعلومات. هلا انا قديش بكون سعيده لما بروح على موقع اثري ما بلاقي اجابه، لاني بحب اعرف طيب ليش هذا التاج تبع العمود وهذا التاج بيختلف عن الموقع الثاني. اثري له قصه وحكايه وروايه واسلوب حياه عند اللي بنوا. هلا لما يكون الشخص عارف ومثقف وفهمان انا بكون مرتاحه، وقديش هو نشر الوعي في هذا الموضوع. فمن هون بتيجي يعني اهميه انه يكونوا الشباب الموجودين او الخريجين عندهم هذه المعلومات. طيب قديش انت الان يعني احنا بنعرف انه وزاره السياحه ادخلت مسارات سياحيه جديده يمكن 8 أو 9 مواقع جديده مش هيك؟ قديش انتم بهذا الموضوع يعني في شراكه في تشبيك في معرفه وفي فكر بهذا الموضوع؟ نعم، هو في حقيقه الامر يعني الجامعه مؤسسه اكاديميه يعني الدور الاساسي للجامعه التعليم صحيح التعليم نعم يتمثل في اعداد الكوادر البشريه المؤهله. يعني اكون دقيقه مع حضرتك، الفكرة الأساسية اللي إحنا بنعطيها لطلابنا أو القيم اللي قاعدين عم نغرسها في طلابنا تتمثل عنا في 4 أمور رئيسية. المسألة الأولى كيف فعلا أنك أنت تقدر تقدم خدمات بشكل ممتاز للسائح أو لهذا الزائر، فعلا تقدر تعطي هذا الانطباع الإيجابي والممتاز للسائح عن بلدك سواء كان من خلال المعلومة أنت قاعد عم تعطيها أو الخدمة اللي قاعد عم بتقدمها. وهنا بدي أشيد بمسألة كتير مهمة، يعني حاليا تطبق معايير من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي اللي تضمن وجود مجالات معرفية ومرافق تدريبية اللي فعلا تخرج طالب مؤهل انه يعمل في المرافق السياحية المختلفة. الشغلة الثانية اللي كتير مهمة فكرة الانتربريتيشن او بمعنى اخر التفسير اللي لازم يكون موجود في المواقع السياحية المختلفة. انت بتحكي على معلومات وثائقية ما بتحكي على معلومات يعني قابلة للنقاش يعني. لا، هي الفكرة الأساسية انك انت كيف تروي قصة الموقع كيف تبين كل جوانب التميز فيه. وفي مساقات نحن ندرسها في المعهد من ضمنها تفسير المواقع الأثرية وغيرها من المساقات. كيف تكون مرافق ودليل ممتاز لأي مجموعة سياحية، كيف تقدم لهم تلك التجربة المميزة. في كمان مسألة كتير مهمة فكرة إدارة الزوار الفيزيتور مانجمنت. واحنا يعني اقول لحضرتك شغله، سواء كان ذلك الزائر يقصد او لا يقصد، احيانا حبه وشغفه انه يشوف المعلم الاثري او اي جانب من الموقع قد يتاتى عنه بعض السلوكيات السلبيه، وهذا في اي مكان في العالم. صحيح. ومن هنا بتيجي اهميه انك انت فعلا يعني تقدر برضه تعطي اللي هو البيهيفيرال انتربريتيشن، التفسير العلاقه بسلوك السياح، وايضا تاهل هذا الكادر كيف يكون بمثابه مرافق وايضا يعني مرشد للسائح في كيفيه التصرف. صحيح. داخل هاي المواقع. نعم. عاد ايضا فكره التطوير لهي المواقع السياحيه،
يعني احنا الفكره في النهايه الكوادر المؤهله اللي فعلا معاها كل القيم والمعرفه اللي بتصب في هذا الجانب. صحيح. طب دكتور فادي، يعني هيك بس معلومه بسيطه عن المؤتمر اللي راح يكون في 9/4 ان شاء الله، وان شاء الله يعني احنا ممكن يعني نساعدكم في هالمعلومه في يوم المؤتمر. يعني احنا بس ايش لمحة بسيطة، انه احنا كما تعودنا دائما انه مؤتمراتنا تكون مؤتمرات نوعية. احنا من الناس اللي بيحب عمل الميدان، من ما بنحب اللي هو مؤتمرات اللي هو فقط نظرية. فاحنا ان شاء الله المؤتمر هو اسمه اعمال المحافظة في الاردن، ما تم انجازه وما هو مطلوب، وهو بالتعاون مع جامعة لندن في فرع قطر. والهدف من هذا المؤتمر انه احنا جايبين جامعات الاردنية كلها، و يعني مش فقط الأساتذة وإنما نسبة طلاب من طلابهم، بالإضافة إلى كل أو معظم الناس اللي اشتغلوا في أهم مشاريع المحافظة على الآثار في الأردن. نعم. واضعينهم في اللي هو إذن في 9/4 9/4 إن شاء الله إن شاء الله بيكون مؤتمر مثمر. شكرا دكتور فادي. شكرا دكتورة مير. صباحكم طيب إن شاء الله. شكرا.